السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي. في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالمغرب، فإن شاء الله سوف نقدم لكم توقعات الطقس ابتداء من يوم الأحد 14 مارس، وبإذن الله سوف نقدم لكم كذلك التوقعات قريبة المدى والبعيدة المدى والمناطق المعنية بتساقط الأشكال المطرية والثلجية والأمطار نسبيا العاصفية بالمفصلة بإذن الله. فأولا أخي أختي، إذا كنت تشاهد القناة لأول مرة اشترك في القناة وفعل زر الجرس، وكذلك لا تنسوا دعم المقطع بلايك وشكرا لكم مسبقا. فولله الحمد فهناك أمطار خير سوف تدخل إلى المملكة في الأيام القادمة التي سوف نقدم لكم في هذا الفيديو بإذن الله. فيتوقع بإذن الله اليوم الأحد إن شاء الله أن تكون أجواء نسبيا صافية إلى قليلة السعة في معظم مناطق المملكة. بالنسبة كذلك الفترة المسائية فيحتمل أن تكون أجواء صافية مع احتمال تقدم منخفض جوي من الجهة الأوروبية، وكذلك المحيط الأطلسي بإذن الله سيؤدي إلى أمطار هامة وهامة على عدة مناطق من المملكة. بالنسبة ليوم الاثنين 15 مارس فيحتمل كذلك أن تكون أجواء صافية إلى قليلة السعوب في معظم مناطق المملكة وطقس مستقر نسبيا. بالنسبة ليوم الثلاثاء 16 مارس كذلك ستكون أجواء صافية مع اقتراب منخفض جوي أطلسي بإذن الله، وكذلك تكون منخفض أوروبي سيؤدي إلى أمطار هامة على المملكة إن شاء الله كما سوف نقدم لكم في هذا الفيديو. بالنسبة ليوم الثلاثاء ستكون أجواء نسبيا غائمة في مرتفعات الأطلس وكذلك الجنوب الشرقي للمملكة مع احتمال بعض القطرات المطرية الضعيفة نسبيا. أما بالنسبة لباقي المناطق الأخرى ستكون أجواء صافية إلى قليلة السحب. بالنسبة ليوم الأربعاء 17 مارس بإذن الله ستكون أجواء صافية كذلك مع احتمال دخول أمطار وكذلك زخات مطرية كذلك ابتداء من زوال يوم الأربعاء إن شاء الله، فسوف تشهد المملكة بعض التساقطات المطرية فوق المرتفعات كما تشاهدون إخواني الأعزاء في هذا النموذج، ومع أمطار نسبيا عاصفية فوق مرتفعات بني ملال وميدل بإذن الله، وأمطار حاضرة إن شاء الله على وطة الحاج وميسور بإذن الله وقرسيف وسكورة ممتاز وإفران، وأمطار حاضرة على تشالا تازا قرسيف وعاطف فاس مكناس والخميسات والماس الرماني خنيفة زاوج الشيخ أمطار عاصفية إيميل شير وأزيلال وزوج الشيخ وقال تستغل نسبين أمطار ضعيفة، كذلك على البروج وسيدي بوعشمان وقدير بوعشيبة ومراكش أو زميز وكيم دنوا إمن شانوت بإذن الله. أمطار حاضرة إن شاء الله تبين وتلوج هامة على كذلك مرتفعات الأطلس كبير والمتوسط بإذن الله، وأمطار حاضرة على الرشيدية والريش وكرامة بإذن الله بعد الزخات المطرية نسبين ضعيفة والمتفرقة على عاطف. كذلك بالنسبة لباقي المناطق الأخرى ستكون أجواء نسبيا غائمة على العموم. بالنسبة ليوم الخميس 18 مارس فيحتمل بإذن الله أن تستمر بعض الزخات المطرية مرتفعات الريف مع تساقطات ثلجية هامة وميسور بإذن الله، وأمطار حاضرة إن شاء الله على وطة الحاج وقد تصير بعض القطرات المطرية حتى جرادة ووجدة وبركان، وبإذن الله النظر الدريوش نسبيا أمطار ضعيفة في هذه المناطق مع تساقطات بعض الزخات المطرية فوق مرتفعات الريف وزاكورة بإذن الله والرشيدية والريش. بالنسبة للفترة بعد الزوال فيحتمل بإذن الله أن تستمر بعض الزخات المطرية مع دخول أمطار مهمة إن شاء الله في مرتفعات الريف وكذلك الجهة الشرقية للمملكة على تاوريت ووجدة وجرادة. أما بالنسبة لباقي المناطق الأخرى تكون أمطار حاضرة على عاطف وسكورة ممتاز وإفران وكذلك وطة الحاج ومكناس والمس إفران خريفرة، وكذلك أمطار حاضرة على سيدي سليمان وقريش بو محمد وبعض الزخات المطرية الضعيفة على ساكن ووزان وبعض الزخات على شفشاون بإذن الله وجالة وقرسيف وتازة وجبنت وسكورة ممتاز بإذن الله وشيشاوة بإذن الله بعض الزخات المطرية بني ملال، وأمطار حاضرة إن شاء الله على أكادير بوعشيبة وكذلك وكيبدن، وكما قلنا بعض الزخات ربما تكون على شجاوة وإمتانوت وكذلك بعض الزخات المطرية على تنغير وكذلك الريش أمطار ضعيفة ومتفرقة خنيفرة أمطار مهمة سكور ممتاز وإفران بإذن الله مع تساقطات ثلجية مهمة بإذن الله. بالنسبة للفترة المسائية فيتوقع استمرار أمطار الخير في مرتفعات الريف وكذلك المناطق الداخلية الوسطى وبإذن الله الحوز بني ملال على استغناء البروج وكذلك زاوية الشيخ، وأمطار حاضرة إن شاء الله على كذلك ابني ملال وتينغير وكذلك بنقرير البروش خريبقة وسطات ربما بعض القطارات الطائفة وزم وبإذن الله الرماني والماس وكذلك الخميسات مكناس سيد سليمان، وبالنسبة لوزان وكذلك تاونات قرش بو محمد فاس تازة، بالنسبة كذلك لعاطف بإذن الله وسكور ممتاز وأوطة الحاج وميسور ستكون أمطار مهمة وكذلك بني ملال وأمطار حاضرة على جرادة بحول الله. بالنسبة ليوم الجمعة 19 مارس توقع بإذن الله يستمر أمطار الخير على الجهة الشرقية للمرتفعات الريف كذلك، وكذلك قد تكون بعض الزخات المطرية على كذلك مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط بإذن الله خنيفرة زاوج الشيخ بني ملال ووادزم بإذن الله وأزيلال أكادير بوشيفة مراكش، وربما قلعة صغيرة بعض القطرات المطرية مع تساقطات ثلجية هامة، وعاطف وقرسيف وتازا وتهلا فاس وقريش بو محمد وسيدي سليمان ولالا ميمونة وزان وكذلك إيساقن وشفشاون بإذن الله، وبعد الزخات المطرية على تاوريت وقرسيف وعاطف، وربما تكون بعض القطرات المطرية على جرادة ووجدة وبركان والناظور نسبيا أمطار ضعيفة ومتفرقة. بالنسبة لفترة مسائية بإذن الله
فيحتمل ويتوقع بإذن الله استمرار أمطار الخير كذلك في الفترة بعد الزوال إن شاء الله على عدة مناطق في ميناء المملكة، خصوصا الواجهة المتوسطية على وجدة والناظورة الحسيمة ببر تطوان، وكذلك العرائش وسيدي سليمان والرباط ربما بعد الزخات المطرية، وتزوفت مرتفعات الريف وشريف شاون، وكذلك أمطار حاضرة على خنيفرة وخريبكة وسطات، وكذلك ربما الدار البيضاء بعض القطرات المطرية، وأمطار نسبيا ضعيفة كذلك نسبيا على بوعرفة، وأمطار ضعيفة كذلك على توريت. أما بالنسبة لباقي المناطق أمطار قوية على الحسيمة والناظور بحول الله. بالنسبة ليوم السبت إن شاء الله 20 مارس فيتوقع تكون أمطار هامة على الناظور الحسيمة تطوى العرائش ببرد سيدي سليمان الرباط. بالنسبة لباقي المناطق أخرى ستكون أجواء نسبيا صافية إلى قليل السحب. بالنسبة للفترة المسائية فيتوقع بإذن الله دخول أمطار عاصفية نسبيا خصوصا على الحسيمة، وربما تصل حتى الناظور وببرة تطوان العرائش، أمطار قوية كذلك على فاس ومرتفعات الريف، أمطار وثلوج هامة. أما بالنسبة لخنيفرة وكيكو وتازا وأمطار حاضرة على الرباط وبني ملال ومراكش بإذن الله وشيشة وتبعنت، وربما تكون بعض الزخات المطرية الضعيفة على الدار البيضاء، أمطار عاصفية كما تشاهدون على الحسيمة، وبإذن الله على الناظور ستكون كذلك بعض الزخات مطرية الشا والعرائش والزال للميمونة تطوى القنيطرة سيدي سليمان قرية بو محمد والرباط صلاة الخميسات الرماني والماس وخنيفرة وكذلك واتزم خريبكة وبني ملال بإذن الله على صلاة الكذب وشبه مراكش، وبعض الزخات المطرية الضعيفة كذلك على المناطق المجاورة، ربما تكون بعض القطرات المطرية على الدار البيضاء بن سليمان نسبيا أمطار ضعيفة. بالنسبة ليوم الأحد 21 مارس فيتوقع بإذن الله أن تستمر بعض الزخات المطرية على الجهة الشرقية للمملكة مع دخول أمطار نسبيا قوية على عدة مناطق من المملكة، كما تشاهدون في هذا النموذج بإذن الله ستكون أمطار حاضرة إن شاء الله على وجدة والناظور وكذلك تاوريت والحسيمة، وأمطار قوية على الحسيمة وببرد وتطوان والعرائش وسيدي سليمان، وربما تكون على الدار البيضاء والرباط وكذلك خريب قسطات وبنقرير بإذن الله، وبإذن الله مرتفعات الريف ستكون أنطولوج هامة وشيشة ومراكش ميدلت وابني بالله روضة الحاج وكيكو بإذن الله وتازا وفاس. أما بالنسبة لباقي المناطق الأخرى وكذلك مع تساقطات الثلوج هامة إخواني الأعزاء في مرتفعات الأطلس الكبير وأمطار عاصفية وقوية على الحسيمة ببرد والناظور، أما بالنسبة لباقي المناطق الأخرى فستكون أجواء نسبيا غائمة على العموم، وبإذن الله ستكون أمطار حاضرة إن شاء الله في فترة مسائية على وجدة وتاوريت والناظور الحسيمة ببرد تازا وفاس وكيكو ومرتفعات الريف، وبعض الزخات المطرية على ابني بالله الخنيفرة وكيكو، وأمطار حاضرة إن شاء الله على ميدلت مع تساقطات ثلجية كثيفة. بالنسبة ليوم الاثنين 22 مارس فيتوقع بإذن الله استمرار بعض الزخات المطرية على الجهة الشرقية للمملكة نسبيا تبقى أمطار ضعيفة ومتفرقة. بالنسبة لهذه التوقعات تبقى بعيدة البعد، ربما تتغير إن شاء الله، فسأعلن عليكم بجديد التطورات هذه يعني هذه المنخفضات بإذن الله، وكذلك ظهور عدة منخفضات أخرى سنعلمكم بجديد التطورات في نشراتنا القادمة والمقبلة بإذن الله المفصلة. وإلى هنا انتهت نشرتنا، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.